قل هل تجب الطهارة من الحدث الأصغر بالنسبة للطواف وما صحة الحديث الوارد في ذلك؟ نعم تجب الطهارة للطواف مثل ما تجب للصلاة، ولا يصح طواف بدون طهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه أنه طاف من غير طهارة، بل داوم على الطهارة. وثانيا قال صلى الله عليه وسلم طواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه. وهذا الأثر منهم من يضعفه مرفوعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويصححه موقوفا على ابن عباس، وحتى لو قيل إنه موقوف على ابن عباس فله حكم المرفوع، لأن هذا حكم شرعي لا يقوله ابن عباس من عند نفسه. الطواف بالبيت صلاة لا يقول هذا من عند نفسه، هذا لا يقوله إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت عائشة رضي الله عنها وضاق عليها الوقت قال احرمي، أمرها أن تحرم بالحج وتدخله على العمرة وتكون قارنة، وقال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وكذلك لما حاضت صفية رضي الله عنها بعد الحج قال النبي صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي، يعني عن السفر، لأنها قالوا إنها يا رسول الله إنها قد أفاضت، أي طافت طواف الإفاضة، دل على أنها لو لم تكن طافت طواف الإفاضة أنها ستحبسهم عن السفر إلى أن تطهر ثم تطوف بالبيت. هذه أدلة صريحة في وجوب الطهارة للطواف بالبيت. نعم.